عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني، طابيوكم بخير ان شاء الله تكونوا بخير. عندي اليوم كمان هتلات عطور جديد جبتهم صراحة، وحبيت انه اعطيكم فكرة عن هالعطور الجديدة اللي عندي. عندي هلا عطر، هالعطور كلهم طبعا من رصاصي، كمان هذا عطر اسمه حاتم. العطر بيجي هيك، هاي العطر هاي بيجي حديد كأنه ثقيل كتير، بيجي هاي الغطاء تبعه. هالعطر كتير صيفي كأنه، وريحته كتير حلوة، يعني أنا حبيته يعني كتير هادي هالعطر صراحة. وفي عنا هاد طبعا، هدول كلهم رجاني. في عندي هاد كمان، اسمه شهرة، هذا كمان رجالي. هالعطر كمان في له تميز خاص فيه صراحة، تحسه شوي حلو هالعطر، شوي يكون قوي، يعني وسط هالعطر. انا جربت هالعطر يعني ريحته بيدوم لثلاث اربع ساعات، وبيضل بالملابس كمان ريحته يعني قوية، مو يعني تقدر تستخدمه بالشتاء بالخريف، هذا تقدر تستخدمه بالصيف اكتر. وفي هات هذا كمان رصاصي، بيجي شكله هيك هوبي. هذا انا جربته صراحة، هاد حسيته هالعطر كتير خفيف، هذا تقدر تستخدمه بالخريف والصيف. انا حطيت بصراحة، بس ما حسيته انه ما بيدوم كتير، يعني طار بسرعة ريحته، ما بعرف. هي العطورات بشكل عام هي اذواق، كل واحد عنده ذوق بشي عطر معين، وكل واحد يعني بيحكي ذوقه. انا مبدئيا هالعطر قوي بدوم، هذا كمان يعني، بس هذا طار بسرعة. المهم حاليا هدول اللي عندي، ان شاء الله اشوفكم بغير فيديو بغير عطورات جديدة يكون موجودة عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.